حيران وسط قرارات البنوك ومش عارف هيقرروا ايه الايام اللي جايه، خصوصا ان في اجتماع طارئ بكره بيقولوا ان الفايده على شهادات الادخار ممكن توصل ل 20% ويمكن اكتر من كده كمان. بس في اي حال ومهما كان الزياده هتوصل لكام، فانت المستفيد في الاخر باعلى عائد. بس قبل ما الزياده دي تحصل، اعرف ازاي البنوك معليه سعر الفايده بتاعتها على شهادات الادخار وبيتنافسوا ازاي. بعد مفاجاه البنك المركزي برفع سعر الفايده 3% على الايداع والاقراض، البنوك هي كمان مش هتستنى كتير وهترفع الفايده على شهادات الادخار والقروض وتقريبا كده كل خدماتها. علشان كده من بكره لجان الاصول والخصوم هيعملوا اجتماعات طارئه علشان يحددوا فيها زياده الفايده على الشهادات اللي مدتها 3 سنين، وكمان على قروض الأفراد اللي هي القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة والتمويل العقاري خارج مبادرة البنك المركزي. كمان هتحدد رفع سعر الفايدة على الودائع قصيرة الأجل اللي مدتها بتبقى من يوم لسنة، وكمان على حسابات التوفير العادية والجارية. لكن مصادر كتير بتقول إن البنوك هتطرح شهادات ادخار بأعلى فايدة في التاريخ، وممكن كمان عائد الشهادات يعدي 20%. ده هيكون أول رد فعل منهم بعد قرار البنك المركزي. لكن خبراء كتير بتقول إن الشهادات دي هتقعد مدة قليلة جداً وبعد كده هيوقفوا طرحها زي ما عملوا في شهادات 18%. ده رغم إن دلوقتي وقبل أي زيادات في حوالي 9 بنوك بيقدموا شهادات ادخار بأعلى عائد، بيتنافسوا كمان علشان يجذبوا العملاء. أولهم المصرف المتحد اللي بيقدم شهادة ثلاثية بتتراوح دوريات صرف العائد عليها بين 16.5% سنوياً، وده لدورية صرف العائد الشهرية، و16.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و17% لدورية صرف العائد السنوية، و18% سنوياً مع الصرف في نهاية المدة. كمان البنك الأهلي المصري بيقدم الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنين والعائد بتاعها 17.5% وتقدر تصرفه سنوياً، وده نفس العائد ونفس المدة اللي بتقدمها شهادة القمة من بنك مصر وشهادة بريمو جولد من بنك القاهرة. وبرضو بنك ناصر الاجتماعي رفع الفايدة على الشهادة أجل 3 سنين المخصصة لكبار السن من سن 60 سنة فأعلى علشان توصل ل 17.5% سنوياً بدلاً من 15.5% سنوياً. كمان رفع سعر عائد الشهادة الادخارية أجل 3 سنين ذات العائد السنوي المتاحة لكافة العملاء علشان تصل ل 17.5% بدلاً من 15%. كمان البنك العربي الإفريقي بيتميز أنه عنده تنوع في دورية الصرف، وكل دورية بفايدة مختلفة. يعني مثلاً بيقدم شهادة أميرالد الثلاثية لو صرفتها شهرياً وهتاخد فايدة كمان 16%، لو صرفتها ربع سنوياً هتبقى فايدتها 16.5% أو 16.5% لو صرفتها نصف سنوي، وأخيراً 17.5% لو صرفتها كل سنة. وده نفس كمان تنوع الصرف اللي بيقدمه تعمير والإسكان، يعني بيقدم شهادة ادخار رويال بلس للمليونيرات ومدتها 3 سنين بفايدة 17.5% لو العائد سنوي و 16.5% لو العائد شهري. كمان بنك كيو ان بي بيقدم شهادة ثلاثية فايدتها بتتراوح ما بين 16% سنويا بدورية صرف عائد شهرية و 16.5% بدورية صرف عائد ربع سنوية و 17.5% بدورية صرف عائد سنوية، وبيبدأ شراءها كمان من 500,000 جنيه كحد أدنى. ولسه المفروض ان الزيادة هتبقى أكتر الأيام اللي جاية، وتقريبا دي الزيادة الوحيدة اللي احنا بنحبها وندفع أقل فلوس ونكسب أعلى عائد.